للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أيمن غنيم أستاذ الاقتصاد. دكتور أيمن أهلا بك ومرحبا. بالطبع تابعت كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية في الاجتماعات السنوية 29 لبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وكان في رسالة أخيرة وجهها فخامة الرئيس لمجتمع المال والأعمال وقال أفريقيا أمانة في رقبتكم. هذه الرسالة بتعكس مدى المسؤولية الملقاة على عاتق مجتمع المال والأعمال الأفريقي في والحديث عن المعادلة الاقتصادية الأفريقية في ظل الظروف الحالية. والحقيقة يا فندم الجمهورية المصرية الجديدة اللي بيقود بناءها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة بترجع إلى يعني مكان الصدارة، أو بترجع مصر لمكان الصدارة بالنسبة للقارة الأفريقية ولمكانة القيادة. وهذه القيادة النهاردة مصر بتعود ليها بأن هي بتبقى الدولة المثل في التوسع، سواء كان التوسع في البنية الأساسية، التوسع في بناء القوة، القوة على كل المستويات، والتوسع في بناء رأس المال البشري. يعني مصر خلال السبع سنوات الماضية الحقيقة نفذت مشروعات بتربو على 7 تريليون جنيه مصري. طبعا كل هذه المشروعات ما كانتش فقط على المؤسسه العامه للدوله، جزء كبير منها تم تمويله من خلال مبادرات القطاع الخاص. يكفي اقول لسيادتك انه مثلا العاصمه الاداريه الجديده اللي هي على مساحه 170 الف فدان وبتستوعب 6.5 مليون نسمه، ووفرت أكثر من 2 مليون فرصة عمل سواء في الإنشاءات أو في البناء أو بشكل غير مباشر عن طريق تنشيط السوق. المرحلة العاصمة دي استثمارات المرحلة الأولى كان 800 مليار جنيه مصري، لم تكلف الدولة المصرية شيء، ولكن تم تمويلها كلها الحقيقة من مبيعات الأراضي ومن استثمارات القطاع الخاص. مثلا مدينة العالمين الجديدة اللي هي تكلفت 240 مليار جنيه مصري، هذه ايضا لم تتحمل الدوله منها شيء، ولكن هي من تكلفه بيع الاراضي والاستثمارات سواء المحليه صحيح. والاجنبيه. لو بنتكلم على الاستثمار في راس المال البشري، الدوله المصريه في السبع سنوات الماضيه انشات اي نعم 4 جامعات حكوميه جديده، ولكن ايضا كان هناك انشاء 3 جامعات تكنولوجيه، وجاري حاليا انشاء 6 جامعات تكنولوجيه اخرى. انشانا 4 جامعات اهليه باستثمارات قطاع خاص بمواصفات عالميه ذكيه، مثلا جامعه الملك سلمان الدوليه، جامعه الجلاله، جامعه العالميه الدوليه، جامعه المنصوره الجديده. حاليا جاري انشاء 14 جامعه اهليه جديده. فاذا بنقول انه الاستثمار في راس المال الاسمنتي زي الطرق، زي الكباري، زي الانفاق اللي عملناها، زي مثلا محطات الكهرباء. احنا مصر زودت الطاقه الكهربائيه بتاعتها، مثلا طاقه الانتاج من 31 الف ميجا وات ساعه في 2013 الى 59 الف ميجا وات ساعه النهارده، يعني حوالي 28 الف ميجا وات ساعه. يعني بنتكلم 2.8 مرة حجم السد العالي أو حجم الطاقة الإنتاجية للسد العالي. طيب دكتور أيمن، يمكن عفوا عن المقاطعة في هذه النقطة، يمكن أنت ذكرت في بداية حديث حضرتك أن مصر عادت بقوة إلى القيادة وإلى الريادة. يمكن مصر دائما رائدة، مصر صاحبة المثل ودائما صاحبة الفكر والسبق في كل المجالات. فكرة عودة الهيبة للدولة المصرية في البناء، في التعمير، في إقامة المشروعات، كيف تقرأ هذا الموضوع وكيف من الممكن أن يعود بالنفع على الدولة المصرية وعلى المواطن المصري طبعا في المقام الأول؟ هو الحقيقة للأسف إحنا كنا فترات سابقة بنكتفي بالكلام وبنكتفي بترديد التاريخ وعايشين على امجاد الماضي وعلى امجاد مثلا الدور المصري، وهو كان دور حقيقي في يعني نشر التنوير في قاره افريقيا، سواء من خلال الازهر زمان او في الستينيات من خلال دعم حركات التحرر، وده كان دور حقيقي، لكن قعدنا فتره طويله الحقيقه عايشين عليه. النهارده مصر بترجع تاني زي ما قلنا تضرب المثل وتضرب او يعني تمثل القدوة في عملية التنمية وفي قيادة التنمية المستدامة. زي ما قلت لحضرتك النهاردة أنا بستثمر في رأس المال الأسمنتي،
مثلا زودنا شبكة الطرق بتاعتنا 7000 كيلومتر وصلت إلى حوالي 30000 كيلومتر. يكفي أن مصر في التقارير التنافسية الدولية في الطرق فقط طبعا زاد أو يعني تحسن التصنيف بتاعها من 118 عالميا إلى 28 عالميا في خلال 5 أو 6 سنوات. عظيم. بالنسبة مثلا للجامعات، مصر تقدمت في مؤشر المعرفة العالمي من المركز 82 في 2019 الى 72. صحيح. ويمكن تاكيدا على كلام حضرتك يا دكتور ايمن، برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم في 3 من شهر نوفمبر لعام 2016 ساهم بشكل كبير في تخطي كل هذه الازمات، سواء الازمه الروسيه الاوكرانيه او حتى ازمه كورونا. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور ايمن غنيم استاذ الاقتصاد، شكرا جزيلا لحضرتك.